على قدر طول أمد التوغل الروسي في أوكرانيا، على قدر الحرج الذي يواجهه الغرب بعد أن تولوا عن أوكرانيا قبل أول طلقة رصاصة تقتحم الحدود الأوكرانية. حال مخيب يبث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يشكو خذلان الغرب وعدوان الروس على مسافة واحدة. ولئن كان هذا غير مباغت لذاكرة التاريخ التي لا تشيخ، فإن الغرب والولايات المتحدة وبريطانيا منهما خاصة يحاولون الهرب المستطاع من خلف خطابات الإدانة إلى لملمة هذا الانكسار بالدفع إلى خيار العقوبات، العقوبات التي تنجي أجسادهم ولن تدمي العدو الغازي بالضرورة، لكنها سترهقه ولو بعد أمد طويل، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب العقوبات الروسية الأخير. واشنطن قررت اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا، فلن تسمح باستخدام احتياطي المركزي الروسي لدعم الروبل، كما ستجمد كل أرصدة الأثرياء الروس واستهداف 10 بنوك روسية تحوي على 80% من الأموال. وفي الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة تحاول ألا تحيد عن موقف حليفها الأوروبي في توسيع عقوباتها لتشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافورف، كما تنص العقوبات الغربية على وقف جميع الأموال في الخارج بطردها من نظام سويفت وتعليق مشروع خط الغاز نورد ستريم 2 الذي يمتد إلى ألمانيا وتبلغ تكلفته 11 مليار دولار، بالإضافة إلى الحد من قدرة روسيا على الحصول على المواد ذات التقنيات الفائقة مثل أشباه الموصلات. إذن خيار العقاب هو السبيل الوحيد المعلن عنه حتى اليوم. وفي المقابل فإن مراقبين يرون بأن الولايات المتحدة تجيد عقاب الاستنزاف ولو كان بطيئا، في الوقت الذي تشير فيه استخبارات واشنطن بأن موسكو تفاجأت في صمود القوات الأوكرانية، مما أخر سقوط كييف، ليكون التساؤل المنتظر الذي تطرحه الماكينة الإعلامية الأمريكية: هل ستستقر أوكرانيا بعد السقوط وتطمئن موسكو حينها، أم هي حرب مفتوحة بلا أمد محدد؟ الإخبارية أحمد القرني، واشنطن.